للمزيد حول مجزرة جبل التي ارتكبتها قوات سوات بحق عائلة كاملة في بابل، عبر الهاتف ينضم إلينا من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، كما وينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. لعل البداية تكون معك سيد الطائي، يعني رواية شهود العيان تؤكد أن خلافات عائلية بين المغدور رحيم الغريري وأحد أقاربه وهو ضابط أمني كانت وراء هذه المجزرة. السؤال هنا، كيف يجري تحريك القوات الحكومية في العراق وفق علاقات شخصية؟ حياك الله أخي الكريم، أهلا بك. أخي في الدول ذات السيادة، الأمن يمثل منظومة متكاملة تضم عناصر مهنية تسير وفق خطط وإجراءات قانونية سلسلة أوامر تضع العقيدة الأمنية في إنجاز مهامها بناء على أسس الضبط التي في مقدمتها حسن السلوك والمحافظة على الفرد والمجتمع. أما في عراق اللا دولة كان منظومة الأمن والأوامر والسياقات وغياب القانون وتعدد الولاءات، هذا الذي بات ثقافة لديهم، بالتأكيد ستكون مخرجات ما تسمى المنظومة الأمنية مجزرة مأساوية كالتي حدثت في محافظة بابل. لأن هذه المنظومة الأمنية أخي الكريم اليوم تتصف بعبثية وغير مهنية وفاقدة لروابط القرار والحركة نعم، وتكتتب هذه العبثيات الحكومية عامها بجريمة يندها لها الجبين، ضحيتها 20 شخص من عائله واحده غالبيتهم نساء واطفال. نعم. ابقى معي سيد خليل، ساعود اليك، اليك الان ضيفي من النمسا عبر سكايب السيد ضياء الشمري. يعني لطالما رصدت المراكز الحقوقيه كما تعلم انتهاكات الميليشيات وانفلات تصرفاتها وسلاحها، اليوم وبعد تورط قوات سوات في المجزره، هل تساوت القوات النظاميه والميليشيات وهما على صعيد واحد؟ بداية تحياتي للجميع والسلام عليكم حضرتك أيضا. حقيقة احنا نعلم انه الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية هي اغلبها او بعض منها والأغلبية منها هو من الدمج. الدمج يعني تابع لأشخاص تابعين الى احزاب والى منظمات، وهذه المنظمات هي منظمات إرهابية. حقيقة ما يحدث بالعراق هذا خير دليل انه لا توجد حكومه، وهذا ما ننبه عنه كمنظمات حقوقيه انه ضعف الحكومه العراقيه وضعف السلطه وضعف الكاظمي باداره الدوله، هذه النتائج التي تحدث. يعني هل من المعقول انه شخص عسكري باي رتبه كانت يحرك الى 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 من محافظه الى محافظه ويتم العملية اغتيال وقتل الناس الأبرياء؟ احنا لا نعلم ماذا تدعي الحكومة العراقية، ولكن مؤشرات واضحة من ناحية الأشخاص الذين قتلوا هم أغلبهم من النساء والأطفال، وهم يدعون يعني ادعاءات كاذبة ليست لها علاقة بالموضوع، انه العلاقة الأشخاص الموجودين المتخاصمين، يعني الشخص صاحب البيت والشخص اللي إذا حرك قوات سوات هم أقارب، يعني متناسبين أو أقارب. هذه هي المشكلة، مشكلة عائلية وليست مشكلة إرهابيين وما إرهابيين. يعني الدولة وصلت إلى حال أنه إحنا ننتظر النتائج الذي راح تثبت من هو الإرهابي أو من هو الذي قام بالعمل. سأعود إليك سيد ضياء ريثما، أنتقل مجددا بالسؤال إلى العميد ركن خليل الطائي. يعني عميد خليل، قوات سوات كما تعلم أنه من المفترض حسب ما يقال أنها القوى الأكثر احترافية بين القوات الأمنية، هل الاحترافية تعني قتل عائلة كاملة من الرجال والنساء والأطفال من أجل القبض على شخص واحد يزعمون أنه مطلوب؟ أخي، الإرهاب والجريمة في العراق ما بعد الاحتلال تحولا من السلوك الفردي الى النهج الجمعي، وتحت غطاء المؤسسه الامنيه اللي تصنع التهمه وتنفذ الجرم بحق الابرياء. من ركائز الاحترافيه هو التهذيب وكبح التوحش. ما حدث في منطقه جبله هو التوحش بعينه والاستهانه
لحياة العراقيين ويدرج تحت إرهاب السلطة الذي هو أخطر أنواع الإرهاب. فعناس القوات السوات اليوم وفق القوانين الدولية هم المجرمون الذين ارتكبوا مجزرة في وضح النهار دون رادع بعد تنفيقهم ويجب محاسبتهم. السوات وغيرها من الأجهزة الأمنية عبارة عن عشوائيات متأملشة السلوك والتصرفات واستبدلوا المهنية بالفوضوية. نعم. إليك من جديد سيد ضياء الشمري، يعني جريمة بابل كيف تصنف في القوانين سواء الجنائية أو الإنسانية الدولية؟ حقيقة هي من الجرائم الكبرى، لأنه عملية صار بها قتل، يعني قتل متعمد من قبل قوات الأمن وبدون تحقيق وبدون إفادات الأخرى. يعني هذه الجريمة يعني تعتبر من الجرائم الكبرى التي تقوم بها القوات العراقية. للعلم خلي يكون احنا راح نرفع بها تقرير للمنظمات او حتى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهذه الجريمة، لان هذه الجريمة راح اذا لم يحاسبون الاشخاص الذين قاموا بهذا بارتكاب هذه الجريمة، بعد ما ننتظر احنا نتائج التحقيق وكيف تجري نتائج التحقيق، وراح نتحدث بهذا الموضوع لكل زمن حديثا. لكن بالوقت الحاضر هم ارتكبوا هذه الجرائم، وهذه الجرائم يجب ان نتابعها ونستند على التقارير الدولية، وعندنا معلومات اخرى عن الجريمة مثل ما تدعي الحكومة. اكو اعترافات اخرى من الناس الموجودين الساكنين جيرانه وعائلته، هم قاعد يتحدثون وبكل وضوح انه هذه العملية عملية مفبركة من قبل الحكومة العراقية. وإذا كانت العملية مفبركة من الحكومة العراقية والقائمين بهذه الأسماء ما موجودة ومعروفة، وراح يعني نتابعهم. عميد خليل من جديد إليك، رغم اعتراف محافظ بابل بأن المغدور غير مطلوب ولم يثبت عليه أي جرائم، وتأكيد كذلك السكان المحليين أن ضابطا حضر من بغداد بأمر الضبط، إلا أن الحكومة وكالعادة اكتفت حاليا بإقالة مدير شرطة بابل وعدد من الضباط، وهو إجراء يعده مراقبون بأنه حماية للمورطين أو للمتورطين أكثر من كونه محاسبة لهم. السؤال هنا، ما تعليقك على هذه المعلومات؟ تفضل. أخي طبعا العراق اليوم يعيش في متاهة التحقيقات. نعم. ويفوق المسميات والمناصب ومحافظ بابل ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، جميع هذه المسميات والمناصب اللي تندرج وفق مفهوم السلطه والحكومه هي غير قادره على التعامل مع هكذا بسبب تعدد القيادات والجهات الامنيه الغير مرتبطه ببعضها والذي يفقدها الحقيقه ويدلس الحق. وغلق الجرائم اليوم باتت السمه لجميع حكومات ما بعد الاحتلال، وذلك لان العراقيين لا يعنون لهم شيء في حساباتهم الحزبيه والفئويه والولائيه. العراقي اليوم يمثل لهم السلعة الرائجة للانتفاع والانتقام منه، ولهذا نحن اليوم في العراق نفتقد للسلم الأهلي والأمن المجتمع الذي هما من أساسيات بناء الدول. نعم. سيد ضياء، شقيقة المغدور رحيم الغريري صرحت بأن الرواية التي نشرتها الحكومة ليست صحيحة، أي الروايات يعتد بها برأيك؟ مع التأكيد على فكرة أن شقيقة المغدور رحيم الغريري هي من شهود العيان الأحياء على هذه المجزرة. نعم، ليست هي وحدها، ليست هي الوحيدة التي ادعت هذا الادعاء، وإنما كثير من المنطقة مالته ومن مكان اللي هو معروف أنه هذا شخص لا عنده مشاكل، ولا حتى يعني شرطة بابل اعترفت بهذه انه هذا الشخص لا مطلوب ولا عنده اي مشاكل قانونيه ضد الدوله، وهذه هي اللي راح يكون بالتحقيق. ولكن الحكومه العراقيه حقيقه هم لحد الان قتلت او اللي نفذوا العمليه باغتيال رئيس الوزراء، لحد الان هم طلقاء، ولا يعني هذه العمليه يعني عمليه عصابات وليست عمليه جيش سوات، واحنا نعترف انه هذه قوات يعني منضبطه. نعم. وتتحرك بهذه الصيغه. اذا هذه القوات والقوات الاخرى لا يمكن الاعتماد عليها بالحفاظ على امن العراق وامان العراقيين. يعني حقيقه أرقاب العراقيين سلموا بهؤلاء الناس
اللي هم حقيقة ليست أهلا بهذه المهمة. نعم، من جديد إليك العميد ركن خليل الطائي. يعني شيخ عشيرة الغرير يطالب بالكشف عن الأمر القضائي الذي على أساسه داهمت القوى الأمنية منزل المواطن رحيم الغريري. السؤال، هل نحن أمام قوة عسكرية المفترض أنها حكومية ولكنها منفلتة؟ هل هذا وارد؟ أخي السوات، مرة أخرى سيد خليل، سألتك عن القوات التي نفذت هذه المجزرة، القوات الحكومية، هل يمكن أن تكون قوة منفلتة وقد ارتكبت هذه المجزرة بمنأى عن القوات الحكومية مثلا، ومثلا بطلب من بعض الأفراد بشكل شخصي؟ هل يمكن أن يحدث ذلك؟ تتغطى بعنوان المؤسسات، لكن سلوكها وتصرفاتها مشابه للوضع الميليشياوي تماما. نعم. بالتحديد اخي الكريم، هي مفرده دخيله دخلت على القاموس الامني العراقي، سواء من حيث نشاتها او تكوينها او غاياتها. سجلها مليء بعمليات القتل والدمار والتهجير، وهناك شواهد عديده على مجازر هذه القوات سيئه الصيت. حادث العراقي اليوم بوجود هذه القوات المتأمجشة عقائديا وسلوكا وتصرفات هو يعتبر مشروع للقتل والاستغلال وفق تهم متنوعة يتصدرها أكذوبة الإرهاب. سيد ضياء، وزارة الداخلية تقول إنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق، ما توقعاتك بما ستؤول إليه عمل هذه اللجنة وما يمكن أن تخرج به في ظل سوابق للجان لم تخرج بإدانة لأي مسؤول في جرائم سابقة؟ حقيقة هي هذه اللجان وتشكيل لجان ويعني والبحث بهذا الموضوع ومواضيع أخرى ومواضيع سابقة وعشرات بل بالآلاف من العمليات الاغتيالات والقتل الذي حدثت في العراق في الآونة الأخيرة وحتى في زمن الكاظمي، يعني لا توجد اعترافات ولا توجد دلائل أنه هذه القوة المشكلة هي قوة نزيهة. احنا نشكك بهذه نزاهة هذه القوة، بالإضافة يعني احنا عندنا معلومات أخرى أنه ليست هي المشكلة عائلية وإنما مشاكل أخرى متداخلة مع بعض خلت هذا الشخص بسبب منصبه في هذه المؤسسة ويعني ارتكابه بهذه الجريمة من ناحية القوة لإثبات من هو، وهذه هي الحقيقة. الحقيقة يعني الفلات الأمن الموجود في هذه القوات أو في كل القوات العراقية موجودة، والأخ المتحدث اتكلم بهذا الموضوع، وهذا الموضوع ليست غريب علينا. يعني من الناحية القانونية هو تدان الحكومة بالدرجة الأولى، هو من يترأس الحكومة يدان. سيد ضياء، سأعود إليك بسؤال أخير من جديد إليك سيد خليل. يعني هذه القوات ارتكبت أكثر من جريمة ولا تجد من يحاسبها، لا على المستوى الإداري ولا على الجنائي. إلى أي مدى يمكن تدويل مثل هذه الجرائم في ظل التراخي القضائي والحكومي داخل العراق؟ من ناحية المحاسبة هذه القوات، لو تعرف هنالك قانون تصرف سلطة السياقات الأمنية صحيحة، ولكن هنا لدينا ليست أجهزة أمنية منفلتة بل سلطة كاملة منفلتة. هذه الجرائم طبعا بالتأكيد لم تسقط بتقادم الأزمان، ولكن نحن اليوم نواجه غياب العدالة الدولية التي تم استفادها تحت مسميات مجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها كثير بعدة مكاييل، وخاصة في جرائم الحكومات التي جاءت بها أمريكا بعد عام 2003 وتخادمت معها جار السوء إيران. ابقى معي سيد خليل. إليك بالسؤال الأخير سيد ضياء الشمري، يعني هناك تحذيرات من محاولات طمس الأدلة، هل نحن أمام تكرار لسيناريوهات سابقة يحول فيها الضحية إلى مجرم، أو ربما تنسب القضية لمجهول كما حدث في جرائم سابقة؟ حقيقة نحن ننتظر التحقيقات وننتظر نتائج التحقيقات، لأن فيها اعترافات أيضا من جهة الدولة من قوات الشرطة في بابل وحتى من محافظ بابل، أكو اعترافات أنه هذا الشخص بريء وهذا الشخص لم يرتكب جرائم. نحن ننتظر هذه، ولكن لا نعول على
اللجان التي تشكل من قبل الحكومة العراقية. الحكومة العراقية يا أخي مخترقة، يعني لا يمكن، لا توجد فيها قوانين ولا توجد فيها رعاية للإنسان بالصيغة المطلوبة. كل المنظمات الحقوقية بالعالم بعد الطالب من الحكومة العراقية أنه تأخذ الأمر بجدية من ناحية التحقيقات السابقة كيف وصلت وأين النتائج من هذه التحقيقات، لأن الاغتيالات التي حدثت في السابق أيضا اغتيالات يعني مرعبة، وهذه الاغتيالات مسجلة قانونيا ومسجلة من ناحية المنظمات الحقوقية، ولحد الآن الحكومة العراقية لم تكشف عن هذه التحقيقات ولا أي شيء. يعني نعم حقيقة الحكومة العراقية هي التي يعني مبتلية بهذا الموضوع، يعني ليس إلا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا، شكرا جزيلا لك. إليك مجددا العميد ركن خليل الطائي. يعني مفوضية حقوق الإنسان دعت اليوم لما سمته غربلة القوات الأمنية بسبب كثرة الانتهاكات التي تورطت بها. إذن هل نحن أمام قوات باتت خطرا على العراقيين في وقت من المفترض أنها شكلت لغرض حمايتهم؟ هذه القوات الفاقدة للمهنية وأساسيات مهامها صنعت أمريكيا وتم تغذيتها إيرانيا، ومن أولى مهامها اجتثاث أجداد العراقيين تحت اتهامات مزيفة يغلب عليها الطائفية والغايات الشخصية الابتزازية وغربلتها، لأن الفساد مستشري من رأسها لأخمص قدميها. وما يوجد منظومة اتخذت القتل والفساد ثقافة شهدها يوميا وضحيتها العراقيين الأبرياء، وهذه هي مخرجات جميع الاحتلالات وعبثية السلطات. إلى السؤال الأخير سيد خليل، يعني لا تزال هناك محاولات حكومية للتعتيم على تفاصيل المجزرة عبر منع الصحفيين من الاقتراب من منزل الغريري، لمصلحة من باعتقادك يتم هذا التعتيم على تفاصيل الجريمة المروعة؟ هذه الجريمة والمجزرة هنالك مصلحة عامة، وهي إبقاء العراق خارج مفهوم الاستقرار الأمني المجتمعي، ويتحقق هذا من خلال إيجاد مؤسسات فاقدة للمهنية كقوات سوات هذه، وهذا ما تسعى إليه إيران دار السوء. وهناك مصلحة متمثلة بالمجرم الحقيقي الذي حرك هذه القوات لترتكب المجزرة لأهداف شخصية مستفيدة من البعد الطائفي المؤسساتي، وأيضا مصلحة وزارة الداخلية هي الأخرى تعتم على هذه المجزرة لتغطي على فشلها في تأدية مهامها الأساسية وهي حماية المواطنين. لذلك نحن اليوم أمام أدوات وقيادات فاسدة ترتبط بنظام حكومي معوق أمنيا وسياسيا. العميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.